يشرفني أن باسم كونسيبت ثلاثي أن أتقدم إلى حضراتكم بتقديم الشطر الأول من البرنامج النضالي والتواصلي الذي سيمتد إن شاء الله ابتداء من يوم 22 مارس يعني بعد غد إن شاء الله إلى حدود نهاية هذا الشهر مارس يعني على في طيلة أسبوع أو 8 أيام الأخيرة من شهر مارس إلى 31 مارس 2024 ميلادية. المرحلة الأولى من هذا البرنامج النضالي الاحتجاجي سيتم تدشينها يوم الجمعة إن شاء الله 22 مارس الجمعة المقبل إن شاء الله. سيتم الإعلان عن يوم حداد وطني يتم فيه قراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء والشهيدات الذين لقوا حتفهم في الحادث الأليم الذي شهده إقليم أزيلال وخصوصا بمنطقة أيت بولي بالنقل المزدوج، وعرف عدة وفيات في صفوف الأساتذة والأستاذات وفي صفوف التلاميذ كذلك والتلميذات. إذن كما قلت سيتم قراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء خلال فترات الاستراحة يوم الجمعة. المرحلة الثانية ستكون يوم الاثنين إن شاء الله 25 مارس إلى السبت 30 مارس 2024، سيتم خلالها حمل الشارة السوداء تضامنا مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات. المرحلة الموالية يعني الثلاثاء 26 مارس 2024 تنظيم اعتصامات جزئية جهوية للأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات أمام الأكاديميات الجهوية، يعني ستكون وقفات جهوية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية الاثني عشر على امتداد ربوع الوطن، مع وقفات تضامنية ليلية للأساتذة مع المعتصمين. يعني هناك دعوة للأساتذة والأستاذات إلى مؤازرة ودعم الأساتذة بوقفات ليلية لدعم هذه الاعتصامات والوقفات. ثم يوم الأحد في نهاية الشهر 31 مارس 2024، اعتصام وطني إن شاء الله ممركز، سيكون اعتصام وطني جزئي ممركز أمام الوزارة، أمام مقر الوزارة، بحضور ومشاركة الموقوفين والموقوفات وباقي التنسيقيات وعموم الشغيلة التعليمية، يعني هي دعوة مفتوحة المزاولة والمتقاعدة من الساعة 11 صباحا إلى 3 بعد الزوال. يعني ستكون وقفة أمام مقر ممركزة أمام مقر الوزارة والدعوة مفتوحة للجميع. وبهذه المناسبة ندعو المنابر الإعلامية الوطنية لتغطية والحضور المكثف لتغطية هذه الوقفة. هذا فيما يخص الشق النضالي الاحتجاجي. هناك أيضا الشق التواصلي الذي سيتم تحديد تواريخه لاحقا. سيتم تنظيم إن شاء الله ندوتين تواصليتين من تأطير التنسيق الثلاثي الميداني كما ذكرت. الندوة الأولى موضوعها سيتمحور حول التوقيفات عن العمل بين النصوص القانونية والتشريعية والواقع، يعني هناك مفارقة وهو كبيرة بين القانون كنصوص وبين التطبيق، أية علاقة؟ إذن سيتم تدارس هذا الموضوع في الندوة الأولى. الندوة الثانية إن شاء الله ستهم الحراك التعليمي الحصيلة والآفاق، سيتم دراسة وتقويم وتقييم المرحلة الماضية من الحراك التعليمي وآفاق هذا الحراك إن شاء الله في المرحلة القادمة. إذن هذا هو البرنامج، ينقسم إلى جزئين، برنامج نظامي واحتجاجي وبرنامج تواصلي. وللتذكير فهو سيكون برنامج إن شاء الله مبدئي، يعني يمكن أن يتم تعديله وتغييره وتتميمه وتطعيمه حسب المستجدات وحسب المتغيرات. وشكرا جزيلا لكم، وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.